إلهام، أنا إلهام حقي من سوريا، مدينة الرقة. المرأة الرقاوية قبل السبعينات كانت تعيش حرية ووضع أفضل من الأعوام اللاحقة وليست السابقة. كان يجونا ضيوف من حما يقولوا أن الرقة باريس، المرأة الرقاوية هي أخت الرجال، تستقبل الضيوف في بيتها وبشكل عادي، ما عندنا شيء اسمه خبى ويعني سكر الباب. بحلب مثلا، فرق الرقة عن حلب مثلا والشام وحمص وحما، أن الرقة مدينة صح نائية ولكنها منفتحة. النساء عندنا ما كانوا يتغطوا، يحطوا شيء على راسه يسموها شالة أو شيء، يعني ما هي حجاب كامل. وبعدين يختلطوا كانوا مع الرجال بالجلسات وبالدبك وبالأعراس، كان كثير يتواجدوا مع بعضهم. كانت المرأة الرقاوية تستيقظ صباحا بالصباح الباكر وتنظف الشارع قبل أن تدخل إلى البيت، حتى لا يقولوا إنه عنها هي امرأة غير نظيفة أو غير، إحنا بسموها بالمحكية، اللغة المحكية، كحيلة، يعني إنه إنسانة جيدة بالشغل البيت ونظيفة على بيتها وأولادها. كانت حتى الأمية منهم بالرقات تحاول تدرس أولادها وتحب التعليم بشكل، وعندما تسمع الأبنة حتى لو كانت ما تقرأ وتكتب، حتى لو كانت تمسك الكتاب المقلوب، هي تدعي أنه هي عم تسمع وتتابع ابنها بالدراسة. يعني أنا معلمة ابتدائي ودرس أطفال طبعا مختلط، لكن في بين بسنة بالثمانينيات تقريبا جاء قرار مفاجئ بعزل المرحلة الإعدادية والثانوية، بعزل البنات عن الشباب. فجاءوا بشاحنات وضعوا الذكور بهذه الشاحنات ونقلوهم إلى مدارس أخرى، عزلوهم عن البنات. هذا التصرف طبعا احنا اعتبرناه هو تجربة على فئران، يعني هم أجروا التجربة هاي فقط في مدينة الرقة. أنا اعتبرتها ارتدادية، اعتبرت هاي المرحلة ارتدادية وليست للأمام، وحاولوا يريفوا الرقة، يعني يجيبوا أهل الريف ويسلموهم المناصب النظام، يعني لتريف الرقة. كون الرقة كانت بطريقها إلى أساساً، الأدباء بالرقة كانوا كتير عددهم كبير وكانوا معروفين الرقة كانت معروفة بأدبائها المشهورين المميزين. هن شعروا النظام أن الرقة في طريقها إلى الاستقلالية، ما بدهم اياها تتقدم هاي المدينه، فخليها يلتهوا بخبزهم وبانه هذا شاب وهذا بنت، ويبتعدوا عن بعضهم مشان ما يظل متجهين باتجاه الصح. بعد السبعينات كون احنا معلماتنا كانوا من غير مدن بسوريا، المعلمات من الرقه كانوا قلائل ومعدودين على الاصابع، فكون مدينتنا مدينه منفتحه وشعرت بهذا الشيء، وفي ناس كثير طبقة كثير مثقفة كانت واعية، فحاولوا يعلموا بناتهم ويحطوهم في طريق التعليم يعني. فصار عندنا مستوى انه من المعلمات لا بأس به، من عدد لا بأس فيه من المعلمات الرقاويات، فهذا الشيء ساعد انه بالاكتفاء بهذا الشيء. وحتى هذا الشيء في الفترات الأخيرة أصبحوا يضعون بنات الرقة في القرى ويأتون ببنات من طرفهم من لاذقية وبنياس ويضعوه في مدينة الرقة، لأنه كمان شعروا أنه اللي سيطر على التعليم هن النساء الرقاويات، فهن ما بدهن هالشي. هذا احنا ما ضد أنه يجيبوا لنا معلومات من غير مدن، بالعكس أنا كنا نحب الضيوف ونحب الأغراب ونتعامل معهم بكثير بود، وحتى هذا الشيء ما خلانا نتعامل بقسوة معهم، بس احنا كنا نشعر احنا الطبقة المتعلمة، يعني نقول عن حالنا نشعر أنه في شيء عم ينحاك حولنا، كنا شاعرين بهذا الشيء بس ما كنا نقدر نحكيه بشكل علني لأنه كان في كتير تضييق أمني يعني.